السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ تمام ان شاء الله بخير، معكم بس او محمد. اليوم جايب لكم جيم سبليفج. طبعا سبليفج يعني من اللعبة اكثر اللعبة اللي ما قد جربتها، يعني جست انزل اسمه ذا، خلي بسخ، جلست العب اللي ذي اون ذا تشامبر، شكل حلب اون ذا تشامبر، لانه بصراحة سبليفج مليانة فل. دخلني 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 ان شاء الله بدخل. اوكي ولا انا سويت يعني لحق دين عليا. ايش ده؟ والله حماس الشكل. دوب انا لاحظ انها كذا. هتتمسخروا علي، دخلوني شباب قبل ما ادخل جيم وارجع لكم. اوكي انا اروح قبل ما ادخل جيم وارجع لكم. يلا ارتبك، رجعنا لكم شباب. طبعا جلس العب لحالي، ليش جلس العب لحالي؟ ما في احد هنا صغير معه، جي مسكين صغير، حرق جيم واحد بس. بس بصراحة حسيت اني ساحب على القناة قليلا، يعني معاي مثلا معاي فراس وسعد، فراس خارج 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 نطار التغطية، برا راح سافر، وسعد لحد الحين ما عنده مايك، جهازه خرطي، فما في الا انا. خلاص قرب نبدأ، هذا حيكون من احسن الايام في الحياة، لاني الحين متحمس. دوبني كنت ألعب جست كرافت كورس، السلسلة حقتي ما صورت فيها أقل، يعني سحبت عليها شوية، طورت لي سيف وبو، طلعت لي أشياء حماس، طورت دروع للعند. لا لا، إن شاء الله يموت، إن شاء الله يموت، إن شاء الله يموت. إيش؟ والله مسخرة 360 يا وسخ يا وسخ يا وسخ. قد نحاس انه ختلة الموت يا وسخ، مو مستوى موت 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 موت. ايش ده؟ موت شوف، اسمع اسمع، دتفاهم 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 دتفاهم، حس حس حس، انك تقتلني ما تقتلني ما تقتلني. فن صح انه لاعب زبنات، بس هذا اللي ينفع فن عند التشامبر. يا 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 تبل يا تبل يا عابل يا يا حول يا يا معوق. كيف انا الاول؟ نهايت نهايت ولا انتكي؟ نهايت 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 نهايت. يا اخي يا اخي موت يا اخي، تهات على اساسن كريد انت اهبل، انت حدك على اساسن كريد، ها ما ادري ايش اسم امه ذا. ايه يا غشاش، دخلت الرقم من جسمك، لا تدخل من جسمك، مين سمح لك؟
يسمح لك. بنات 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 بنات. اما اما انا طلعت. اوكي بس انا الاول. الفايز الفايز الفايز. طبعا هذا نهايه الحلقه شباب. شكرا على المشاهده. اللي عجبوا المقطع يبانا ننزل كمان ولد تشامبر. يبانا ننزل اي حاجه. بس يكلمني ارسل لي اي رساله كومنت اي حاجه. يعني قولوا لي انتم ايش تبوا, ايش يعجبكم اكثر شيء. هذا كل هذه الحلقه. لا تنسوا تكتبوا في الكومنت. مع السلامه.